الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سأعيد متن الباب السابق لتصحيح بعض الأخطاء التي فيه. قال المؤلف رحمه الله: وعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبدوا ياسين ثاني هود لا، يشركن تشرك يدخلا تعلو على، ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد، والمفتوح صل، وعما نهقطع مما بروم والنساء، خلف المنافقين أمن أسس فصلة النساء، وذبح حيثما، وألم المفتوح كسر إنما أو كسر إنما لنعاني، والمفتوح يدعون معا، وخلف الأنفال ونحل وقعا، وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بي سما، والوصل صف، خلفتموني واشتروا في مقطعا، أوحي أفضتم اشتهت يبلو معا، ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل غلة وغيرها صلا، تنزيل غلة وغيرها صلا، فأينما كالنحل صل، ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف، وصل فإن لم هود أن نجعل نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حجين عليك حرج، وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم، وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووحلا، ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الوها ويا لا تفصلي. ثم بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله: باب التاءات. وقد عقد هذا الباب لهاء التأنيث التي كتبت تاء في رسم المصحف العثماني، وفائدة معرفتها بالإضافة إلى الرسم معرفة الوقف عليها، فإن جمهور القراء يقف على ما رسم في المصحف بالتاء بالتاء، ويقف عليها ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء والكسائي ويعقوب بالهاء. وكلمات في هذا على ثلاثة أقسام: القسم الأول لم يقرأ إلا بالإفراد ومع ذلك كتبه الصحابة بالتاء، والقسم الثاني قرئ بالوجهين أي بالجمع والإفراد وقد رسمه الصحابة بالتاء جميعا، والقسم الثالث هو المختلف فيه أي الذي اختلفت المصاحف فيه، ففي بعض المصاحف رسم بالتاء وفي بعضها رسم بالهاء. وهذا الباب كسابقه نقلي أي يقتصر فيه على النقل، فالمرجع فيه إلى المصاحف التي رسمها الصحابة لعثمان رضي الله عنهم أجمعين. والكلمات التي رسمها الصحابة بالتاء في المصحف لعثمان هي 13 كلمة، وهي رحمة ونعمة وامرأة وسنة ولعنة ومعصية وكلمة وبقية وقرة وفطرة وشجرة وجنة وابنة أيضا، وهذه أصل في كتابتها أن تكتب بالتاء. قال المؤلف رحمه الله: ورحمة الزخرف بالتاء زبرة. يقول إن لفظ رحمة لها حالان: الحال الأول أن تقطع عن الإضافة أي أن تكون منونة غير مضافة، وحينئذ لا تكتب إلا بالهاء كقول الله تعالى ورحمة للمؤمنين، وكقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كقوله تعالى إلا رحمة من ربك، فهذه مقطوعة عن الإضافة وهي مصروفة أي منونة فلا تكتب إلا بالهاء، وما سوى ذلك
منه ما يكتب بالتاء ومنه ما يكتب بالهاء، ولم تقرأ إلا بالإفراد، طبعا ليس فيها جمع. وقد رسمت بالتاء في 7 مواضع في المصحف. الموضع الأول في سورة البقرة، وهو قول الله تعالى: يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. والموضع الثاني في سورة الأعراف، وهو قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والموضع الثالث في سورة هود، وهو: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. والموضع الرابع في سورة مريم في أولها، وهو قول الله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. والموضع الخامس في سورة الروم، وهو: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. والموضع السادس والسابع كلاهما بالزخرف، وهما قوله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، وقوله: ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهذه هي المواضع التي رسم فيها الصحابة رحمة بالتاء، وقد بينها هو فقال: ورحمة الزخرف، ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، أي كتب الإمام. والإمام هو مصحف عثمان كما سبق، قد سبق ذكره فأعاد عليه الضمير هنا، فقال: ورحمة الزخرف، أو ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، أي زبر الإمام رحمة التي في سورة الزخرف بالتاء. وزبر بمعنى خط، والمزبر هو القلم، يسمى المسطرة والمزبرة، والزبر الكتابة، وزبر الأولين معناه صحف الأولين، والزبور الذي هو الكتاب المنزل على داود معناه المكتوب، فكل ذلك من الزبر الذي هو الكتابة. والتي في سورة الزخرف هي موضعان، أحدهما قوله تعالى: هم يقسمون رحمة ربك، والثاني قوله تعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون. الأعراف، أي رحمة الأعراف أيضا، فإنها كتبت بالتاء في المصحف، وهي قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. روم، أي رحمة روم، أي رحمة سورة الروم، وهي قول الله تعالى: فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هود، أي رحمة هود، أي الرحمة التي جاءت في سورة هود، وهي قول الله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. كاف، أي رحمة كاف، أي رحمة سورة مريم، وسورة مريم تسمى سورة كاف ها يا عين صاد، وهو سماها سورة كاف للاكتفاء، أي الاستغناء ببعض الكلمة عن سائرها، وقد سبق استعماله للاكتفاء في مواضع من هذا النظم. والتي في سورة مريم هي قول الله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. البقرة كذلك رحمة التي في سورة البقرة، فهي كذلك كتبت بالتاء في المصحف، وهي قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فهي مرسومة في المصحف بالتاء. فهذه هي المواضع التي رسمت فيها بالتاء في المصحف، ويوقف عليها بالتاء عند جمهور القراء ما عدا ابن كثير وابي عمرو بن العلاء والكسائي من 7، وما عدا يعقوب من بقية 10. ثم بعد هذا ذكر كلمة أخرى وهي نعمة، فقد رسمت بالتاء في 11 موضعا في القرآن. الموضع الأول منها في سورة البقرة، وهو قول الله تعالى: اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. والموضع الثاني في سورة آل عمران، وهو قول الله تعالى: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. والموضع الثالث في سورة المائدة، وهو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. والموضع الرابع في سورة إبراهيم، وكذلك الخامس، وهما قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وقوله تعالى:
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكذلك ثلاثة مواضع أيضا في سورة النحل، وهي قوله تعالى وبنعمة الله هم يكفرون، وقوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وقوله تعالى واشكروا نعمة الله. فهذه ثلاثة مواضع في سورة النحل. وفي سورة النحل ثلاثة مواضع أخرى، وهي الأول لكنها مكتوبة بالهاء لا بالتاء كما سيأتينا، والموضع الآخر في سورة لقمان، وهو قول الله تعالى أن تروا أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. والموضع الآخر في سورة فاطر، وهو قول الله تعالى في أولها يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله. والموضع الأخير في سورة الطور، وهو قول الله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فهذه المواضع الأحد عشر كتبت فيها بالتاء، وما عداها تكتب بالهاء ويوقف عليها بالهاء. إذا كتبت بالهاء وقف عليها بالهاء إجماعا، وإذا كتبت بالتاء فهي محل الخلاف الذي سبق بين القراء. ومحل ما ذكر إذا كانت التاء آخر الكلمة، أما إذا اتصل بها ضمير فإنها تكتب بالتاء على كل حال. إذا قيل رحمته أو نعمته فإنها تكتب بالتاء قطعا لأنها يتصل بها الضمير. والمواضع الأخرى في القرآن كلها كتبت فيها بالهاء، كقول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وكقوله تعالى أفبنعمة الله يجحدون. وهذه الثلاثة في سورة النحل، وهي الأول فيها. فلذلك قال نعمتها، والضمير هنا مضاف إليه ما قبله يعود إلى البقرة، ويمكن عوده على الرحمة. فالمقصود هنا أن نعمة في سورة البقرة أيضا كتبت بالتاء، وهي قوله واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. ثلاث نحل كذلك الثلاث الأخر من سورة النحل، وهي قوله تعالى وبنعمة الله هم يكفرون، وقوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قوله تعالى واشكروا نعمة الله عليكم. إبراهام معا، إبراهام هذه لغة من لغات إبراهيم، فإبراهيم رسم في المصحف في سورة البقرة وآل عمران بحذف الياء، فلذلك قرأه هشام عن ابن عامر بالألف يقول إبراهام، وهي لغة من لغاته. فإما أن يثبت الألفان فيقال إبراهام، أو يحذف الأول فقط فيقال إبراهام، أو يحذف الأخير فقط فيقال إبراهام، أو يبدل ياء فيقال إبراهيم وهي أشهرها، أو يحذف الألفان معا فيقال إبراهام وهي التي استعمل هو هنا. فهذه لغات إبراهيم، وهي في الأصل من العبرية، وقد عربت نقلت إلى العربية، فلذلك لا اعتراض على أنها في القرآن، فكل ما في القرآن عربي لأنه عرب قبل نزوله في القرآن، والقرآن بلسان عربي مبين، فلا اعتراض بالمعرب لأنه قد أصبح من العربية قبل أن ينزل في القرآن. إبراهام احذفوا الألف أيضا من الرسم الذي عندكم هنا، معا أي موضعان في سورة إبراهيم، وهما قول الله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، وقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلذلك قال معا أي الموضعان. والتنوين هنا تنوين عوض، وهو عوض عن كلمة معناه مع أخرى. فمعا الظرف في الأصل مضاف، والمضاف إليه حذف، فقام التنوين مقامه. وقد سبق أن التنوين يعوض به عن الحركة وعن الحرف وعن الكلمة وعن الجملة، تذكرون ذلك. فمعا هنا التنوين الذي فيها نائب عن المضاف إليه، أي مع كلمة أخرى. أخيرات أي اللواتي في سورة النحل، وهن الأخيرات، لأن في سورة النحل ثلاثا أخرى كتبنا بالهاء كما سبق، وهن الأول. عقود الثاني هم افتحوا الهاء. يقول إن سورة العقود فيها موضع واحد
كتب بالتاء وهو الثاني من موضعين وردا فيها، وهو المقترن بهم قوم في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. وقد عرف هذا الموضع بقوله هم أي المرتبط بهم، هم قوم في الآية إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. ويمكن أن تقرأ ثم الثاني ثم أي في سورة العقود موضعان، والثاني منهما هو الذي كتبت فيه بالتاء هم أو ثم. فإذا كانت هم فالمقصود الموضع المرتبط بهم قوم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. أو ثم الثاني ثم أي في سورة العقود ففيها موضعان، الأول منهما كتبت فيه بالهاء والثاني هو الذي كتبت فيه بالتاء. لقمان أي في سورة لقمان، وذلك في قول الله تعالى في البحر بنعمة الله، تجري في البحر بنعمة الله، فقد رسمت في المصحف بالتاء. ثم فاطر كذلك التي في سورة فاطر، وهي قول الله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم في أول السورة. كالطور أي كالتي في الطور فقد رسمت بالتاء أيضا، وهي قول الله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. انتهى من هذه الكلمة، ثم أتى بكلمة ثالثة وهي لعنة، فقد رسمت بالتاء في موضعين، الأول منهما في سورة آل عمران، فلذلك قال عمران لعنة بها والنور. الموضع الأول في سورة آل عمران وهو قول الله تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين، نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والموضع الثاني هو في سورة النور وهو قول الله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فهذان الموضعان ترسم فيهما بالتاء، وما عداهما تكتب فيه اللعنة بغير تاء بالهاء، كقول الله تعالى اللعنة الله على الظالمين في سورة الأعراف، وكقوله تعالى وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين في سورة الحجر، فهي مرسومة بالهاء في ذلك. فلذلك قال عمران أي سورة آل عمران لعنة بها رسمت بالتاء، وبالنور أيضا رسمت بالتاء. ثم بعد هذا ذكر كلمة أخرى وهي كلمة امرأة، إذا أضيفت، فامرأة إذا قطعت عن الإضافة ترسم بالهاء لا بالتاء، كقول الله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. وإذا أضيفت وذلك في سبعة مواضع فإنها ترسم بالتاء. فالموضع الأول في سورة آل عمران وهو قول الله تعالى قالت امرأة عمران ربي إني نذرت، قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. والثاني في سورة يوسف وهو قالت امرأة العزيز، وقد تكررت فيها ورسمت بالتاء. والآخر في سورة القصص والتحريم وهو قول الله تعالى قالت امرأة فرعون بالنسبة للقصص، وفي سورة التحريم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. والآخر في سورة التحريم أيضا وهو وامرأة نوح، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، موضعان كلاهما كتب بالتاء. ففي سورة التحريم إذن ثلاثة مواضع، امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون، كلها رسمت بالتاء. وما عدا ذلك فهو بالهاء كما ذكرنا، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. فعرف أن امرأة إذا أضيفت إلى زوجها فهي بالتاء مرسومة بالتاء في المصحف، وإذا قطعت عن الإضافة فهي بالهاء. فلذلك قال وامرأة يوسف، امرأة أي رسمت بالتاء امرأة في يوسف أي في سورة يوسف، عمران أي في سورة آل عمران، القصص أي في سورة القصص، تحريم أي في سورة التحريم في ثلاثة مواضع منها. وهذه هي المواضع السبعة التي رسمت فيها امرأة بالتاء. نعم لا لا سبعة، إذ قالت امرأة عمران في سورة آل عمران، امرأة العزيز في سورة يوسف،
امرأة فرعون في موضعين، في سورة القصص وفي سورة التحريم، امرأة نوح في سورة التحريم، امرأة لوط في سورة التحريم، امرأة العزيز جاءت مرتين في سورة يوسف، امرأة العزيز جاءت مرتين فالجميع سبعة مواضع. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قالت امرأة العزيز. نعم. ثم بعد هذا ذكر كلمة أخرى وهي معصية، وهي خاصة بسورة المجادلة، وقد جاءت فيها مرتين فرسمت بالتاء، ولا وجود لها في القرآن في سوى هذين الموضعين وهما في سورة المجادلة، فلذلك قال معصية بقد سميع يخص، تحريم معصية بقد سميع يخص، أي معصية التي يوقف عليها بالتاء عند جمهور القراء تخص بسورة قد سمع، وهي سورة المجادلة، بقد سميع يخص. وذلك في قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وبعده قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، موضعان في سورة المجادلة، وكلاهما رسمت فيه بالتاء في المصحف. ثم ذكر كلمة أخرى وهي شجرة، وقد رسمت بالتاء في موضع واحد وهو في سورة الدخان، فلذلك قال شجرة الدخان، أي من هذه المواضع شجرة التي في سورة الدخان، فهي مضافة إلى الدخان أي إلى سورة الدخان، وهي قول الله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فإنها رسمت بالتاء، وهذا مخرج لما عدا ذلك من المواضع فقد رسمت فيه بالهاء، قول الله تعالى: شجرة الخلد وملك لا يبلى، شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، فهي مرسومة بالهاء، فلذلك احترز بقوله شجرة الدخان. ثم ذكر كلمة أخرى وهي سنة، وهذه رسمت بالتاء المجرورة في خمسة مواضع، الموضع الأول منها في سورة الأنفال وهو قوله تعالى: فقد مضت سنة الأولين، والثاني قوله تعالى: إلا سنة الأولين، وقوله: فلن تجد لسنة الله تبديلا، وقوله: ولن تجد لسنة الله تحويلا، المواضع الثلاثة في سورة فاطر في آخرها، والآخر في غافر وهو قول الله تعالى: سنة الله التي قد خلت في عباده، وما عدا ذلك فهو بالهاء كقول الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل في سورة الأحزاب، فلذلك قال: سنة فاطري شجرة الدخان، سنة فاطري كلا، أي المواضع الثلاثة في سورة فاطر، وأشار إلى تعددها بقوله كلا، فلم ترد في فاطر إلا في هذه المواضع الثلاثة، وهي قوله: إلا سنة الأولين، وقوله: فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، فهذه ثلاثة مواضع. والأنفال أي الموضع الذي في سورة الأنفال وهو قول الله تعالى: فقد مضت سنة الأولين، فقد رسمها الصحابة فيه بالتاء أيضا. وحرف غافري أي الموضع الذي في سورة غافر، وأهل الأداء يعبرون عن الكلمة بالحرف، وأهل النحو أيضا في قديم اصطلاحهم يعبرون عن الكلمة بالحرف، ولذلك يعقد سيبويه في كتابه أبوابا لما سمع من الحروف على كذا، والمقصود عندهما سمع من الكلمات على كذا، فلذلك قال: وحرف غافري أي التي في سورة غافر، وهي قول الله تعالى: سنة الله التي قد خلت في عباده، وما سوى ذلك يكتب بالهاء كما ذكرنا: سنة الله بالذين خلوا من قبل في سورة الأحزاب. ثم ذكر كلمة أخرى وهي قرة، وقد رسمت بالتاء في موضع واحد وهو عندما تضاف إلى عين بالإفراد، فإن أضيفت إلى أعين بالجمع رسمت بالهاء، والموضع الذي أضيفت فيه إلى عين بالإفراد هو قول الله تعالى: قرة عين لي ولك لا تقتلوه في سورة القصص، وما عدا ذلك رسمت بالهاء كقول الله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين بالجمع، وكذلك قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين في سورة السجدة، فكلتاهما رسمت بالهاء لأنها أضيفت إلى جمع، لذلك قال: قرة عين، ويكفي هذا لا يحتاج إلى ذكر السورة لأنها لم ترد في القرآن مضافة إلى عين مفردة إلا في موضع واحد وهو في سورة القصص.
ثم ذكر كلمة أخرى وهي جنة، فهذه أيضا رسمت بالتاء في موضع واحد وهو وجنة نعيم في سورة الواقعة، فلذلك قال قرة عين جنة في وقعت، أي لفظ جنة الذي ورد في سورة إذا وقعت وهي سورة الواقعة، وذلك في موضع واحد وهو قول الله تعالى وجنة نعيم. وما عداها فهو بالهاء كقوله تعالى جنة نعيم في سورة المعارج، فهي مرسومة بالهاء لا بالتاء. وسبب رسم هذه التي في الواقعة بالتاء أنها قرئت في غير العشرة، قرئت في الشوال بالجمع، قرئت فيها جنات نعيم. والجنة إذا أطلقت بالإفراد فالمقصود بها الجنس، وإذا جمعت فالمقصود درجاتها، فهي منازل كثيرة، كما تقرؤون في سورة الرحمن ذكر الجنتين العليين والجنتين السفليين، وفي سورة الواقعة أيضا ذكر مال المقربين ثم مال أصحاب اليمين، وكلاهما له جنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء. ولذلك حين جاءت أم حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل ابنها حارثة وهو صغير قبل بلوغه أو عند بلوغه، قتل يوم بدر شهيدا، فقالت يا رسول الله أخبرني عن ابن حارثة في الجنة هو فأصبر أم في غير ذلك فترى ما أصنع، فقال أوجنة هي إنما هي جنان وابنك في الفردوس الأعلى منها. حرة عين جنة في وقعت. ثم ذكر كلمة أخرى وهي فطرة، فإنها لم تأتي إلا في موضع واحد وقد رسمت فيه بالتاء، ولذلك لا يحتاج إلى ذكره لأنه موضع واحد لم يتكرر، وهو قول الله تعالى فطرة الله في سورة الروم، فلا ثانية له في القرآن وقد رسم بالتاء. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذا موضع واحد في القرآن كله وقد رسمت فيه بالتاء، فلذلك قال فطرة. كذلك بقية، يقصد أن بقية كذلك رسمت بالتاء في موضع واحد في القرآن ولم تأتي في القرآن في غير هذا الموضع، أقصد لم تأتي مرسومة بالتاء في غير هذا الموضع، وهو في سورة هود بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما عدا ذلك فهي بالهاء كقول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، وكذلك قوله تعالى بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فالمضافة هي التي رسمت بالتاء وهي في سورة هود، والفرق واضح في المعنى، فالمنونة معناها الجزء الباقي من الشيء، بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، فالمقصود ما بقي من ذلك. أما بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، فالمقصود بقية الله أي إبقاؤه عليكم أي عافيته لكم، فالبقية والبقية معناها العافية والإبقاء، فيقال أبقى عليه أي تحنن عليه ولطف به. ومن ذلك قول الراجزي لو يبتغي البقية بضم الباء أي شفقة ورحمة خلي علي لما كساني حر ما ألاقي من ما أقاسي من الليالي الليل بين الناس وهو على تقصيرهن قادر تبارك الله العظيم القادر. ويقول الآخر ولا يكن عذرا مانعا من أدائها أوان القرى البقيا على ولد الظلف، أوان القرى البقيا على ولد الظلف، البقيا معناه الإبقاء عليه هو الشفقة. ها؟ ولد الظلف، الظلف أي أولاد البقر، هو يحض على الضيافة ويقول لا يكن عذرا مانعا من أدائها أوان القرى، معناه وقت قرى الأضياف، البقيا أي الشفقة على ولد الظلف أي أولاد البقر، فيريد أن لا تترك الألبان لأولاد البقر بل تحلب للضيوف. بقية. وابنة كذلك، ابنة إذا جاءت بهمزة الوصل فهي تأتي بنت بدون همزة، وتأتي بالهمزة فيقال ابنة، فإن كانت ابنة فهي بالتاء وأصلها أن تكتب بالهاء،
وإن جاءت بدون ألف، إن جاءت بدون همزة الوصل كانت بتاء، بتاء تانيث التي تكتب تاء لا هاء، فتقول فلانة بنت فلان بالتاء ترسمها بالتاء، لكن إذا قلت فلانة ابنة فلان ترسمها بالهاء. وقد رسمت في المصحف بالتاء وذلك في موضع واحد لم تأتي في غيره، وهو قول الله تعالى مريم ابنة عمران، فقد رسمت بالتاء. فلذلك قال وابنة، وكلمة كذلك من الكلمات التي رسمت بالتاء في المصحف كلمة، وقد جاءت في عدد من المواضع في القرآن، فذكر هو أن ما جاء منها في وسط الأعراف فهو الذي رسم بالتاء، وأن ما سواه إذا كان مختلفا في قراءته بين الإفراد والجمع فإنه يرسم بالتاء كذلك، وإذا لم يكن مختلفا فيه فإنه يرسم بالهاء. ولكن ما ذكره من خصوص هذا الموضع في سورة الأعراف وهو قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ليس على إطلاقه، فقد حكى الإمام الداني وأبو داود الخلاف فيه بين المصاحف، وذكروا أن من المصاحف ما يرسمه بالهاء ومنها ما يرسمه بالتاء، ورجح أبو داود سليمان بن النجيح رسمه بالهاء على رسمه بالتاء، وعليه العمل عند المغاربة، وحكى الداني الوجهين وجعلهما سواء، واقتصر الشاطبي على رسمه بالتاء وعليه العمل عند المشارقة. وبهذا يعلم أن المشارقة يرسمونها بالتاء وأن المغاربة يرسمونها بالهاء. وهذا الموضع قد قرأه القراء العشرة بالإفراد بلا خلاف، وما سواه من المواضع فكلها فيها خلاف. والمواضع الأخرى هي أولا في سورة الأنعام في قول الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فقد قرئت بالإفراد والجمع، تمت كلمات ربك صدقا وعدلا، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكلمة الله أو كلمات الله اختلف في تفسيرها، فقيل هي أسماؤه، وقيل الاسم الأعظم وحده، وقيل القرآن، وقيل الكتب المنزلة، وقيل الكلمات الكونية، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقيل صفات ذاته مطلقا، وقيل العلم بخصوصه من صفاته. قد نظم بعضهم هذا الخلاف وقال وكلماته صفات الذات أو علم أو الكتب كلها رووا، وذكر بقية الأقوال وهي أنها الاسم الأعظم أو سائر الأسماء أو القرآن وحده أو الكلمات الكونية. والموضع الآخر هو في سورة يونس وهو قول الله تعالى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، فقد جاءت قد اختلف فيها القراء بين الجمع والإفراد، فقرئت كلمات ربك وقرئت كلمة ربك. وكذلك في سورة يونس أيضا في قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، فقد جاءت أيضا إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، فقد اختلف فيها بين الإفراد والجمع. وكذلك في سورة غافر في قول الله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، فقد قرئت أيضا كلمات ربك، وكلها رسمت بالتاء. فإذا الموضع الواحد الذي فيه الإفراد بين القراء العشرة جميعا هو الموضع الذي في وسط سورة الأعراف، لكنه اختلف في رسمه هل رسم بالتاء أو بالهاء كما ذكرنا. وقد اقتصر المؤلف هنا رحمه الله على رسمه بالتاء، وهو اختيار الذي يختاره المشارقة، وهو من المشارقة طبعا الجزريين من أهل دمشق، قد ذكرنا رحلته إلى تركيا وإلى شيراز وإلى اليمن، وأنه توفي بشيراز في إيران. والمغاربة يرجحون رسمه بالهاء، لذلك قال وكلمة أوسط الأعراف، أي الموضع الذي في وسط الأعراف، وهو قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. يقول إن كل ما اختلف فيه بين القراء بالجمع والإفراد فإنه رسم بالتاء، وقد جاء من ذلك لفظ كلمة أيضا في أربعة مواضع، الموضع الأول في سورة الأنعام وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، والثاني في سورة يونس كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، والثالث في سورة يونس أيضا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، والرابع في سورة غافر وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. فهذه من كلمة. وكذلك الكلمات الأخرى التي اختلف القراء فيها بين الجمع
والإفراد، وهي غيابة الجب، غيابات الجب، وآيات للسائلين في سورة يوسف، وغيابات الجب جاءت أيضا في موضعين في سورة يوسف، فإذن تلك ثلاث مواضع، وآيات من ربه في العنكبوت، والغرفات في سورة السبع، وكذلك بينة منه أو بينات منه في سورة فاطر، وكذلك من ثمرات من أكمامها، من ثمرة من أكمامها بسورة فصلت، وكذلك جمالة صفر، جمالات صفر في سورة المرسلات. فهذه كلها مما اختلف فيه، اختلف فيه القراء بين الإفراد والجمع، وهو هنا قال: وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، فيه نائب اختلف، أي كل ما اختلف فيه جمعا وإفرادا، أي هذا تفسير للخلاف. ليس الخلاف هنا خلافان، الخلاف في الرسم، وذلك في مثل الكلمة التي في الأعراف كما سبق، فقد اختلفت المصاحف في رسمها بالهاء وبالتاء، وهذا الخلاف لا يعنيه هنا، إنما يعني الخلاف في الإفراد والجمع. فلذلك شرح الخلاف بقوله جمعا وفردا، جمعا عند بعض القراء، وفردا المقصود بالفرد هنا الإفراد، وهذا من المجاز، وهو استعمال اسم العين بدل اسم المعنى، فاسم المعنى هو المصدر، واسم العين هو الفرد، الفرد الواحد، وقد استعمل اسم العين هنا بدل اسم المعنى، وذلك مجاز. فيه بالتاء عرف، فكل ذلك يرسم بالتاء. وكذلك رسمت كلمات أخرى بالتاء وهي أسماء، فالتاء التي فيها ليس لها أصل، فلذلك تكتب بالتاء، مثل قول الله تعالى: هيهات هيهات لما توعدون في سورة المؤمنون، فالموضعان رسمت فيهما بالتاء وهي في اسم الفعل. وكذلك ذات بهجة، فقد رسمت ذات بالتاء أيضا في سورة النمل. وكذلك يا أبتي، قد رسمت بالتاء، مع أن الأصل في الوقف عليها أن يكون بالهاء فيقال يا أبه، وهذه يقف عليها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب بالهاء أيضا. ومثلها أيضا قول الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم في سورة الأنفال، والتي في سورة النمل حدائق ذات بهجة، حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ها؟ الوقف عليها حدائق ذات، لكن لا يوقف عليها إلا اضطرارا أو اختبارا. نعم نعم، بالتوحيد معناه بالإفراد، التوحيد المقصود به الإفراد. كذلك لات عن القول بفصلها عن حين، وقد سبق الخلاف هل هي مفصولة أو مفصولة مقطوعة، فعلى القول بقطعها أيضا تكتب بالتاء ويوقف عليها بالتاء، لا تحين مناص. وكذلك من الأسماء ما يكون مشابها، ما تكون التاء التي فيه مشابهة لتاء التأنيث، وهي تاء أصلية منقولة كاللات: أفرأيتم اللات والعزى، فالتاء التي فيها تكتب بالتاء لأن أصل الكلمة اللات، اللات بالتشديد، وهو الذي يلت السويق أي يلوكه بالعسل، وقد كان رجلا من ثقيف يحسن إلى الفقراء واليتامى فيلت لهم السويق بالعسل، فلما مات عظموا قبره واستمر ذلك حتى عبدوه من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية. وخفف لكثرة الاستعمال، فلذلك يقال فيه اللات، ولا يجوز الوقف عليه بالهاء لما في ذلك من اللبس مع اسم الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، لا طبعا بالهاء مربوطة، التي كان ينبغي أن يذكرها هو ولم يذكرها مرضاه، فالتاء التي فيها تاء مصدر مثل رحمة ونعمة، وإن كانت ليست التأنيث لكنها المصدرية، وقد جاءت في ثلاثة مواضع مرسومة بالتاء، فقد جاءت في سورة البقرة وفي سورة النساء وفي سورة التحريم مرسومة بالتاء: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، فهذه رسمت بالتاء ولم يذكرها المؤلف. وكذلك بعض الأسماء كملكوت وجالوت وطالوت والتابوت وطاغوت، فهذه كلها ترسم بالتاء أيضا، ملكوت وجالوت وطالوت والتابوت وطاغوت،
والعنكبوت كذلك، فهذه كلها تقسم بالتاء. فالعنكبوت وملكوت اسمان من العربية، وما سوى ذلك فهو معرب، واختلف في الطاغوت هل هو معرب أو عربي، هل هو من الطغيان فيكون عربيا أو هو منقول من اللغات الأخرى، من اللغات السامية الأخرى. وإذا كان معربا فقد أبقي كالممنوع من الصرف دائما، ولهذا إذا أضيف إليه جر بالفتح. وعبد الطاغوت على الإضافة، وحتى على قراءة وعبد الطاغوت فهي مضافة، والعبود جمع عبد. وأما على قراءة وعبد الطاغوت فقد قيل هي فعل عبد، أي من عبد الطاغوت، فيكون حينئذ منصوبا. نعم، نمر على النص. يقول: ورحمة الزخرف بالتا زبرة لأعراف روم هود كاف البقرة. أصلحوا الشكل في أخطاء كثيرة. نعمتها ثلاث نحل إبراهام معا أخيرات، أخيرات عقود الثاني هم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور. وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سميع يخص. شجرة الدخان سنة فاطري كلا ولنفالي وحرف غافري. قرة عين جنة في وقعت فطرة بقية وابنة وكلمة. أو سطر أعرافي وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. وهنا في قافية هذا البيت في قوله وكلمة وقف عليها على هيئة رسمها، وهي لغة من لغات العرب. فالعرب لهم في هاء التأنيث ثلاث لغات: اللغة المشهورة أن يقف عليها بالهاء، وهذه المأخوذ بها في لغة العرب. اللغة الثانية أن يقف عليها بالتاء مطلقا، هي لغة لبعضهم: الله أنجاك بكفي مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد مت، قد كادت الحرة أن تدعى أمت. واللغة الثالثة التفريق بين القافية وغيرها، فإن كانت في قافية شعر مدت مدة الروي، وهذا دليل على اعتبارها تاء لبعضهم، وهي لغة نادرة. ومنها قول الشاعر: حلت تماضر غربة فاحتلت فالجن وأهلك باللواء فالحلت. زعمت تماضر أنني إما أموت يسدده بينها الأصاغر خلتي تربت يداك، وهل رأيت لقومه مثلي على يسري وحين تعلتي. رجلا إذا ما النائبات غشينه أكفى لمعضلة ما إن هي جلتي، ومناخ نازلة كفيت وفارس نهلت قناتي من مطاه وعلتي. وإذا العذارى بالدخان تقنعت واستعجلت هزم القدور، فملتي دارت بأرزاق العفاة مغالق بيدي من قمع العشار الجلتي. كذلك شاهد آخر: ولقد رأبت ثاء العشيرة بينها وكفيت جانيها اللتيا والتي، وصفحت عن ذي جهلها ورفدتها نصحي ولم تصب العشيرة زلتي. نعم، أظن أنه ظن أن التاء التي فيها ليست تاء تأنيث، بما أنها تاء المصدر، فالتاء يستعملها العرب للتأنيث ويستعملونها للفرق ويستعملونها للمصدر، فالفارقة هي التي تفرق بين المفرد وغيره. فمثلا بقرة يقال بقرة ذكر وبقرة أنثى، فالمقصود بها الفرق بين الذكر بين الجمع والمفرد في اسم الجنس الجمع. ولذلك قال ابن مالك: ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا مفعالا أو مفعلا، لا تلي التاء فارقة، أو لا تلي فارقة أي التاء الفارقة. ومعانيها قد نظمها المختار رحمه الله في الاحمرار بقوله: وافصل بتاء الأوصاف والآحاد من أجناسها، وربما بها زكين جوامد مؤنثات وتلجسا قليلا، وصفات لزمت مشتركات أو مذكراتي، ووكدت أيضا مؤنثاتي، وبالغت وقد تجيء للنسب وعاقبت وعربت لدى العرب. هذه معاني التاء مطلقا، فقد تأتي للنسبة فيقال الأشاعرة والثعالبة والمهالبة، فالتاء التي فيها ليست للتأنيث ولا
للوحدة ولا للفرق، وإنما هي للنسبة مثل الياء. ذلك وكذلك يتابعها المبالغة فيقال فلان نبأة للخبر بناءة للدور. وزادت المبالغة تأتي أيضا لزيادة المبالغة مثل ما تقول علامة وفهامة لزيادة المبالغة، فعلام صيغة مبالغة وفهام صفة مبالغة، ولكنها إذا اتصلت بها الداء زادت المبالغة، فلذلك قال وبالغت وزادتها، قال في الطرة وزادتها أي زادت المبالغة. قال المؤلف رحمه الله باب همز الوصل. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لهمزة الوصل، ولذلك لمعرفتها فائدتان عظيمتان، إحداهما عند الابتداء إذا ابتدأت بالكلمة التي أولها همز الوصل فلا بد أن تعرف شكلها، لأنها في الدرج وفي وسط الكلام تسقط، فلذلك لا يرسم عليها شكل، لأن الرسم تابع للوصل لا للوقف، فلذلك لا رسم عليها في المصحف. اللهم إلا إشارات كانت تستعمل بأن يوضع فوقها نقطة أو في أو أسفل منها أو في وسطها شرطة، وذلك إشارة إلى كيفية النطق بها. والأمر الثاني أو الفائدة الثانية المهمة هي أن الذين يقرؤون أولا بقراءة ورش مثلا يتعودون على نقل حركة الهمزة، فإذا قرأوا بقراءة أخرى وأرادوا تحقيق الهمز لا بد أن يعرفوا همزة الوصل لئلا يحققوها. فالذي تعود على قراءة ورش ثم أراد أن يقرأ بقراءة أخرى وهو يريد تحقيق الهمز، إذا لم يكن يعرف همزة الوصل فسيحقق بعض الهمز التي يظنها مما يحقق هي همزة الوصل، فلذلك احتاج إلى هذا الباب. فقال المؤلف رحمه الله باب همزة الوصل. والوصل مصدر وصل الشيء يصله بغيره إذا أتى به معه، وذلك أن الابتداء لا يمكن أن يستأنف فيه إلا بحركة، كما أن الانتهاء لا يمكن أن يوقف عليه إلا بسكون، فالنهاية لا تكون إلا بالسكون والابتداء لا يكون إلا بالحركة. فإذا ابتدأ بحرف ساكن فلا بد من التوصل لسكونه بحركة تسبقه، وهذه الحركة توصل به، فهي تجعل على حرف لا يؤثره المعنى، فاختيرت الهمزة لذلك في الغالب، وقد استعملت فيه التاء في موضع واحد وهو ترمس كما سبق، قد سبق اللغز الذي نظمه ددو في قوله أيام الحواء علم اللغات بأسره وترمس علم النحو طرا بصدره أبن حرف وصل غير همز لسائل وإن لم تكن تدري جوابي فدره، فهو في قوله ترمس كتب النحو، فالتاء فيها تاء صلة لأنها ليست من أصل الكلمة، والحرف الأول وهو فاء الكلمة ساكن فلا يمكن التوصل إليه لا بحرف قط. ترمسها معناه رمسها أي دفنها في صدره، فترمس الشيء معناه دفنه، والرمس هو القبر، الرمس القبر، وترمس الشيء معناه قبره، والمقصود أنه دفن كتب النحو في صدره، حفظها حتى دفنها في صدره. قال وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم. يقول إن همز الوصل إذا كان في أول الفعل، والمقصود به هنا فعل الأمر، فإنه يبدأ به مضموما، إذا كان ثالث الفعل يضم، إذا كان الثالث من الفعل مضموما فالهمزة تابعة لذلك الثالث، فأخرج ثالث من الفعل هنا هو الراء، ولما كان مضموما ضمت الهمزة تبعا له، والعرب تتبع من قبل ومن بعد، الإتباع يكون للمتأخر ويكون للمتقدم. فلذلك إذا كان ثالث فعل الأمر مضموما فإن الهمزة تضم في أوله، وذلك مثل أخرج أشكر، أشكر لي ولوالديك، أذكرني عند ربك، أتل ما أوحي إليك، أستهزئ، وهذه ليست بفعل أمر لكنها فعل ماضي لكن ضم ثالثها أيضا، ومثله في الفعل الماضي أستثد، وهذه يختلف حكمها إذا قرئت مع ما قبلها، فالتنوين مختلف فيه عن بين القراء، فعند نافع يضم وعند جمهور القراء يكسر.
خبيثتين اجتثت، فقراءة نافعين خبيثتين اجتثت بضم التنوين، وجمهور القراء خبيثتين اجتثت، وهكذا في هذا النوع من التنوين الذي قبل همسة الوصل في القرآن كله، فعند نافعين يضم وعند جمهور القراء يكسر. ومثل ذلك في الماضي أؤتمن فليؤدي الذي أؤتمن أمانته، إذا ابتدأت بها إنك تقول أؤتمن، كذلك أضطر. إن كان ثالث من الفعل يضم، شرط ذلك أن يكون الثالث من الفعل مضموما، نعم ضما لازما، سيأتينا أن الضم العارضة ليس كذلك. قال واكسره حال الكسر، يكسر همز الوصل إذا كان الثالث من الفعل مكسورا، سواء كان ذلك الكسر حاليا أو مقدرا. فثالث الفعل قد يكون مكسورا حالا، وقد يكون مكسورا قبل الحذف، قبل حذفه ثم حذف. فلذلك لا بد من التنبيه على هذين الموضعين. وكذلك إذا كان مفتوحا، فالكسر إذا كسر الثالث مثل اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فالثالث هنا هو الدال وهو مكسور، فكسر الهمز تبعا له فتقول اهدنا. وكذلك ارجع إليهم، اكشف عنا العذاب، اتبع ما أوحي إليك، وهكذا إذا كان مفتوحا، لأنه قال واكسره حال الكسر والفتح. نعم إذا كان الثالث من الفعل مفتوحا نحو ارتضى لهم، استحوذ عليهم الشيطان، استجيبوا لربكم، فالثالث من الفعل هنا مفتوح، فلذلك تكسر الهمزة أيضا. واكسره حال الكسر والفتح. وكذلك إذا كان الضم عارضا، امشوا، أن امشوا واصبروا على آلهتكم، فامشوا الثالث من الفعل هو الشين، وهو مضموم هنا لكن الضم عارض فيه، لأن أصل الكلمة امشيوا، فقد كان مكسورا عندما كانت الياء ثابتة، فلما حذفت الياء لالتقاء الساكنين ضم لمجانسة الواو. ودليل ذلك أنه في التثنية يقال امشيا واتيا، فحذفت الياء لأجل التقاء الساكنين، وضم الثالث من الفعل لمجانسة الواو. فلهذا قال واكسره حال الكسر والفتح. وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي، يقول إن همز الوصل في الأسماء غير ال كسرها وفي، أي صحيح، فهمز الوصل يكسر في الأسماء غير اللام، والأسماء التي تلحقها همزة الوصل منها ما هو قياسي ومنها ما هو سماعي. فالقياسي مصدر الخماسي أو السداسي الممدوء بهمز الوصل كالانطلاق والاستخراج ونحو ذلك، فهذا مصدر ممدوء بهمز الوصل، والهمزة التي فيه قياسية لأن فعله أصلا ممدوء بهمز الوصل. والنوع الثاني السماعي، وقد سمعت همزة الوصل في 10 كلمات في اللغة العربية، لكن 3 منها ليست في القرآن، فالسبعة التي في القرآن هي ابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنين واثنتين واسم. فلذلك قال عد هذه الأسماء وهي، قال أو ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. فابن مثل قول الله تعالى عيسى ابن مريم، قال عيسى ابن مريم للحواريين، فإنك إذا ابتدأت تقول ابن مريم، فالهمزة مكسورة في الابتداء. وكذلك ابنة، وذلك في قول الله تعالى ومريم ابنة عمران، فإنك تقول ابنة عمران في الابتداء. وكذلك امرؤ، سواء كان مرفوعا كقول الله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، فإنك إذا ابتدأت به تقول امرؤ هلك.
أو كان منصوبا مثل قول الله تعالى ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فإذا ابتدأت به تقول امرأ سوء. وكذلك إذا كان مجرورا لكل امرئ منهم فإنك أيضا إذا ابتدأت تقول امرئ منهم بالكسر. وكذلك اثنين، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، فإذا ابتدأت تقول اثنين. وكذلك امرأة، فسواء كانت مفردة أو مثناة فتقول امرأة عمران، قالت امرأة عمران، فإذا ابتدأت قلت امرأة امرأة عمران. وكذلك إذا كانت مثناة، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان، إذا ابتدأت قلت امرأتين تذودان. وكذلك لفظ اسم، فإن همزته هو همزة وصل في اللغة المشهورة من لغات العرب، فلذلك تقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فإذا ابتدأت قلت اسمه أحمد. وهذا كثيرا ما يقع في الوقف الاضطراري إذا رجعت، إذا قلت مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه فانقطع النفس فتعود فتقول اسمه أحمد. لا، فقط في الاضطرار إذا اضطر الإنسان. وللعرب لغات أخرى في اسم، فإنهم يفتحون الهمزة ويكسرونها ويضمونها، وفيه 18 لغة نظمها بعضهم بقوله اسم سم سمن سماء وسمة سمات ثلثهن نلت المكرمة نلت المكرمة، فهي 6 لغات كل لغة منها فيها التثليث، فستة إذا ثلثت كانت 18، فهذه 18 لغة اسم سم سمن سماء وسمة سمات ثلثهن نلت المكرمة. والذي يعنينا هنا 3 منها فقط، وهي التي ابتدئ فيها بهمزة الوصل. وفي القرآن لا يستعمل إلا بالكسر، وفي غير القرآن فيه اللغات الأخرى. ثم بعد هذا امرئ واثنين، امرأة واسم مع اثنتين، كذلك اثنتين سواء كانت بالإضافة أو بالإفراد، أقصد بالقطع، فهي أيضا همزتها همزة وصل مكسورة كقول الله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إن كانت اثنتين إذا ابتدأت تقول اثنتين. وكذلك إذا أضيفت، وذلك بالتركيب مع العشرة، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، إذا ابتدأت تقول اثنتا عشرة عينا مع اثنتين. قال بعد هذا وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة. نعم، غير اللام. نعم، يقول غير اللام، فاللام يقصد بها لام ال، والمقصود هنا ال التي هي اسم وهي ال الموصولة، فالهمزة معها مفتوحة لا مكسورة، فتقول الحمد لله الرحمن الرحيم، فهمزة ال مفتوحة لا مكسورة. ومثل ذلك هي تستعمل اسما وتستعمل حرفا، فاستعمالها اسما كأل الموصولة، واستعمالها حرفا كأل المعرفة وكأل الاستفهامية. أما أل الاستفهامية فهمزتها ليست همزة وصل، لأنها بدل هل بدل الهاء، فأصلها هل، هل قام زيد معناها في الأصل هل قام زيد. وهمزة أل لها خصوصية عن غيرها من سائر الهمز، لأن همزة الوصل إذا دخلت عليها همزة الاستفهام حذفت لها، حذفت لها في الأصل، إلا إذا كانت همزة أل، فإنها إذا كانت همزة أل أثبتت، فإما أن تحقق معا وإما أن تجعل الثانية مدا للأولى. وفي القرآن من ذلك مواضع كقول الله تعالى الذكرين حرم أم الأنثيين الله خير أما، فهذه همزة أل دخلت عليها همزة الاستفهام. وقد تحقق كقول شاعر وما أدري إذا يممت أرضا
أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني؟ هنا قال الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. وإذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل في الفعل فإنها تحذف همزة الوصل فيه، لأنها ستكون في درس الكلام فتسقط، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ومثله قل أتخذتم أصطفى البنين على البنات، أفترى على الله كذبا، أطلع على الغيب، أستكبرت أم كنت، أتخذناهم سخريا. فهذه كلها دخلت فيها همزة الاستفهام على همزة الوصل مع الفعل فسقطت همزة الوصل. أما إذا دخلت على همزة ال فإنها تثبت فتكون مدا لها، الذكرين الآن الله أذن لكم الله خير، وذلك في هذه المواضع. فالذكرين في موضعين في سورة الأنعام، الآن موضعين في سورة يونس، الله أذن لكم موضع واحد في سورة يونس أيضا، الله خير في سورة النمل، وكلمة يختص بها أبو حمر وهي السحر، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. فهي الموضع السادس. لا يقصد أل نفسها فهي اسم، فأل في المغضوب عليهم مثلا يعود عليها الضمير، عليهم الضمير على ما يعود، لا يعود على مغضوب بل يعود على أل، فأل الموصولة اسم، وهمزتها لا تسقط لا تكسر أقسم بل تكون مفتوحة دائما. ومثل ذلك الحروف أيضا، ومنها أل التي معرفة الحمد لله رب العالمين. نعم هذه أل المعرفة، لكن أل الموصول اسم باتفاق جمهور النحويين، وأل بمشتق ففيها قلفه فقيل هي اسم وقيل حرفه، والراجح أنها اسم لأنها يعود عليها الضمير، والضمير لا يعود إلا على الاسم، وهي من علامات الاسم حوض الضمير عليه. بعد هذا عقد بابا للوقف على أواخر الكلمة، وهذا الباب يذكر فيه بعض أحكام الوقف وقد سبق بعضها، فهو تتميم لباب سبق، وهذا يدلنا على أن باب المقطوع وباب التاء كلاهما من باب الوقف فلشدة ارتباطهما بالوقف والابتداء. فلذلك قال وحاذر الوقف بكل الحركة، أي احذر إذا وقفت على آخر الاسم أن تقف عليه متحركا، فهذا ليس من لغة العرب، فلا يقف العرب على متحرك، وذلك هو الأفصح عندهم، ومن النادر وقفهم على المتحرك الصرفي، وقد كان بعضهم يفعل ذلك. ولهذا فمن بحور الشعر بحر واحد يكون الشطر فيه، تكون نهاية الشطر حرفا متحركا، وهو الهزج في حال جزئه ولا يكون إلا مجزوعا أصلا. وذلك مثل قول الشاعر فإن أحلف ببيت الله لا أحلف على إثمي، لما من إخوة بين قصور الشام والردم، لما من إخوة بين قصور الشام والردم كأمثال بني ريطة من عرب، ولا عجمي هشام وأبو عبد مناف مدره الخصم، وذو الرمحين أشباك من القوة والحزم، يكن القول في المجلس أو ينطق عن حكمي. فهذا النوع نادر جدا، وهو أن يكون آخر الشطر حرفا محركا، ويقع ذلك في المتقارب عند كماله. فالمتقارب شطره الأول إذا كمل فإنك تقف فيه على المتحرك، فيجوز فيه الوقف على الساكن الذي قبل المتحرك ويجوز الإتمام فيه. الوقف على الحركة لحن خفي، وهو لغة لبعض العرب في هذه المواضع التي ذكرناها. مثال ذلك قول الخنساء في مرضية أخيها في المتقارب مثلا، أعيني يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدا. فالشطر انتهى عند قولها النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدا. لو حذفت همزة العرض في ألا كان الشطر نبي،
وكانت اللام من الشطر الثاني. نعم. النبيل معناه ذو المروءة، فالنبل المروءة. وأبو عاصم النبيل شيخ البخاري سمي النبيل، سمته جارية وكيع بالنبيل، فكان يجلس في مجلس وكيع رجلان كلاهما أبو عاصم، وكان أحدهما حسن الثياب، فكانت الجارية تلقبه بالنبيل، فلقب أبا عاصم النبيل، وهو شيخ البخاري رحمه الله، ووالد أبي بكر بن أبي عاصم صاحب مؤلف كتاب السنة ومؤلف كتاب الأمثال ومؤلف كتاب الأوائل في الحديث. هذا الوقف له سبع صور، لأنه إما أن يكون بالسكون، وإما أن يكون بهاء السكت، وإما أن يكون بالألف، وإما أن يكون بالنقل، وإما أن يكون بالروم، وإما أن يكون بالإشمام، وإما أن يكون بالحذف. فالمؤلف قال: وحاذر الوقف بكل الحركة، فيحذر أن تقف على متحرك بحركة كاملة، إلا إذا رمت، معناه إلا في حال الروم، فإنك إذا وقفت بالروم ستقف ببعض حركة، لذلك قال فبعض حركة، وذلك أن الروم هو إضعاف لصوت الحركة حتى يبقى جزء منها، والروم لا يكون في المفتوح، فالمحرك بالفتح سواء كانت فتحة إعراب أو فتحة بناء لا يرام، أي لا يوقف عليه بالروم، والمكسور والمضموم كلاهما يرام. فتقول جاء زيد جاء زيد فتضعف صوت الضمة، وتقول مررت بزيد فتضعف صوت الكسرة، فهذا هو الروم. فالروم هو إضعاف لصوت الحركة بحيث يسمعه الضرير أي الأعمى، بخلاف الإشمام، فالإشمام هو بعد الإسكان أن تمد شفتيك للإشارة إلى الضم، فتقول جاء زيد جاء زيد جاء زيد، ويكون ذلك متصلا بالإسكان والضرير لا يراه. والإشمام الروم هو إضعاف صوت الحركة بأن يكون بعض حركة فقط، ولا يكون إلا في المضموم أو المكسور. تقول جاء زيد جيد بإضعاف، وتقول مررت بزيد، وقد وقفت على حركة ضعيفة جدا قريبة من القطع، كأنك قطعت قبل الإتمام. أما الإشمام فهو في اصطلاح أهل التجويد أربعة أقسام: إشمام الحرف، وإشمام الحركة. إشمام الحركة ثلاثة أقسام، وإشمام الحرف قسم واحد. فإشمام الحرف هو إشمام الصاد صوت الزايد كما سبق ضراطة، ومن أصدق من الله حديثا، فهذا إشمام الصاد صوت الزايد. والنوع الثاني من أنواع الإشمام هو الإشمام في الأول، في أول الكلمة، سيئت سيئ بهم، هو إشمام الكسرة بشيء من صوت الضمة. والنوع الثالث من أنواع الإشمام هو إشمام السكون صوت الضم، وذلك في كلمة واحدة وهي تمنى. قالوا يا أبانا ما لك لا تمنى، فقد أشممت النون الساكنة شيئا من صوت الضمة، إذا سمعه الإنسان عرف أنه صوت مختلط بين الإشمام بين الضم والسكون، فهذا الإشمام الثالث. النوع الرابع من أنواع الإشمام هو الإشمام في الوقف، وهو لا يسمع، ليس له صوت، وإنما هو ضم الشفتين بعد سكون الحرف، ولا يكون إلا في المضموم. فالإشمام مختص بالمضموم، والروم مختص بالمضموم والمكسور فقط. فالمفتوح لا يشم ولا يرام، وتذكروا هذه القاعدة جيدا، أن الروم مختص بالمكسور والمضموم، وأن الإشمام مختص بالمضموم، وتذكروا الفرق بين أنواع الإشمام. فالإشمام في الوقف ليس له صوت، والإشمام في الوصل ثلاثة أقسام، منه إشمام الحرف، وإشمام الضمة بشيء من صوت الكسرة، وإشمام السكون بشيء من صوت الضمة. إشمام الكسرة بشيء من صوت الضمة، أو إشمام السكون بشيء من صوت الضمة. نعم. لا تمنى كلمة واحدة، قالوا يا أبانا ما لك لا تمنى. نعم. النون ساكنة، لا لكن أسكنت النون، فالنون ساكنة ولكن أشمت بشيء من صوت الضمة. نعم نعم.
هي أسكنت من أجل الإدغام لكن لم تدغم لأنها وقي لها شيء من صوت الضمة. قال وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة، أي قف ببعض حركة إلا بفتح أو بنصب. إلا بفتح يقصد بذلك أن المحرك بالفتح من المبنيات لا يوقف عليه بالروم ولا بالإشمام، أو بنصب يقصد أن المنصوب من الأسماء بالفتح أو المنصوب من الأفعال أيضا بالفتح لا يوقف عليه بالروم ولا بالإشمام. ففرق هنا بقوله بفتح أو بنصب، فالفتح من أقسام البناء والنصب من أقسام الإعراب، وكذلك الضم والرفع في آخر البيت في قوله وأشم إشارة بالضم في رفع وضم، فالرفع من أقسام الإعراب والضم من أقسام البناء. وقد نظم بعضهم ألقاب الإعراب والبناء في قوله لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر ومذ سكن القلب انتصبت لشكره لعلمي بأن الرفع قد جره الشكر. فقوله لقد فتح الرحمن هذا الفتح، أبواب فضله ومن بضم الشمل هذا الضم، فانجبر الكسر هذا الكسر، ومسكن هذا السكون، وهذه ألقاب البناء. ومسكن القلب انتصبت هذا النصب من ألقاب الإعرابي لشكره لعلمي لجزمي هذا الجزم من الإعراب، لجزمي بأن الرفع هذا قسم أيضا من أقسام من ألقاب الإعرابي، قد جره هذا الجر قسم من أقسام الإعراب الشكر. ومسكن القلب انتصبت لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. قال إلا بفتح أو بنصب فلا إشمام ولا روم. وأشم إشارة بالضم، أشم إشارة، والمقصود بالإشارة هنا بالشفتين بعد السكون، إشارة بالضم في رفع أي في المرفوعات من المعربات، وضم أي في المبنيات. فإنك إذا وقفت على الاسم المرفوع مثلا الحمد أردت أن تقف عليه بالروم تقول الحمد وتضم شفتيك بعد الإسكان، وكذلك إذا وقفت على المضموم من المبنيات حيث مثلا حيث إذا وقفت عليها بالإشمام تقول حيث وتضم شفتيك بعد الإسكان. والفرق بين الروم والإشمام أن الروم يكون في المكسورات وفي المضمومات، والإشمام مختص بالمضمومات، وأن الروم يسمع معه الصوت وأن الإشمام لا يسمع معه صوت. فلذلك قال وأشم إشارة بالضم في رفع وضم في المرفوع من المعربات والمضموم من المبنيات. ولا يقصد هنا في قوله إلا بفتح أو بنصب، المقصود بالنصب ما كانت علامته فتحة، بخلاف النصب الذي علامته الكسرة كجمع المؤنث السالم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات حامدات سائحات ثيبات وأبكارا، فهذا لا يرام فيه لأنه منصوب لكن علامة نصبه الكسرة. والعكس أيضا صحيح، فالمجرور الذي علامة الجر فيه فتحة كالممنوع من الصرف فإنه لا يرام لأن علامة الجر فيه فتحة، لا يرام لا يوقف عليه بالروم، الروم مختص لا يقع في المفتوح مطلقا سواء كان فتحة نصب أو فتحة جر أو فتحة بناء لا يرام مطلقا. وقد تقضى نظمية المقدمة، يقول إنه الحمد لله قد تقضى معناه انتهى، وقضاه يقضيه بمعنى أنهاه، وترد لعدة معاني منها الإنهاء كقول الله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين أي أتمهن وأكملهن، وتطلق على الموت، ومنه قول الله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه أي قتله، ويطلق على الإبلاغ لإبلاغ قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أي أبلغناه ذلك الأمر، وتطلق على الحكم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أي حكم فيه، فهذا هو الحكم. فيقول قد تقضى نظمية المقدمة، نظمية فالنظم بمعنى الجمع وهو مصدر، وقد أضافه إلى نفسه إلى ياء المتكلم. والمقدمة محتملة لأمرين، أن تكون منصوبة بالمصدر
فهي مفعوله أي لفظية للمقدمة، فهي منصوبة على المفعولية، أو أن يكون تكون بدلا من نظمية، أي قد انتهى نظمية الذي هو المقدمة. نعم، فحينئذ إما أن تكون منصوبة وإما أن تكون مرفوعة، فإن كانت مرفوعة فهي بدل من قوله نظمية، وإن كانت منصوبة فهي مفعول مصدري وهو نظمية. والمقدمة اسم لهذا الكتاب، مني لقارئ القرآن تقدمة، حال كونها أي المقدمة تقدمة مني لقارئ القرآن، تقدمة مبتدأ ومني خبره لقارئ القرآن، القارئ القرآن، وقد قرأ القرآن هنا بقراءة ابن كثير، فابن كثير ينقل همزته. والتقدمة هي ما يقدم من الأجرة، كمن استأجر محلا فقدم إيجاره لشهر أو شهرين أو أكثر، التقدمة هي ما يقدم من الإيجار، كمن استأجر محلا فقدم من إيجاره أجرة شهر أو شهرين، فهذا يسمى تقدمة. والمقصود أنه قدم ذلك بين يدي الكتب الكبرى، وكأنه يقدمه لقارئ القرآن تقدمة قبل الامتحان، فالامتحان يأتي بعد هذا، فإذا نجح به الإنسان استحق ما هو أكبر منه من الكتب الأخرى. فلذلك قال مني لقارئ القرآن تقدمة. وقارئ هنا يمكن أن تكون مفردا ويمكن أن تكون جمعا، فيمكن أن يكون الأصل لقارئي القرآن بإثبات الياء وحذف النون، فأصلها قارئون قارئين وحذفت النون للإضافة فقيل لقارئي القرآن، لقارئي القرآن جمع قارئ. ويمكن أن تكون المفرد، وحينئذ المقصود به الجمع، لأنه نكرة مضافة إلى المعرفة، والنكرة إذا أضيفت إلى المعرفة تعم. ونظير هذا في قول الله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، صالح المؤمنين كتبت في المصحف بدون واو، فهي محتملة لوجهين، ما يكون معناها صالح المؤمنين جمع صالح، ويمكن أن يكون مفردا صالح المؤمنين، وإضافته إلى المعرفة تجعله عاما، أو يقصد به مهرد وهو عمر بن الخطاب، فكل ذلك محتمل عند أهل التفسير. لقارئ القرآن تقدمة، أبياتها قاف وزاي في العدد، يقول إن عدد أبياتها 107 أبيات، فالقاف 100 والزاي 7 في العدد، وذلك عند هذا البيت، فبهذا البيت تم 107 أبيات. ثم كمل البيت فقال من يحسن التجويد يظفر بالرشد، أي من أحسن تجويد القرآن يظفر بالرشد، فيكون رشيدا، لأنه قد اختار لنفسه ما هو خير، ومعنى ذلك في مقابله أن من لم يفعل فهو سفيه. والحمد لله له ختام، الحمد لله له ختام، أي كما ابتدأ هذا النظم بالحمد لله تعالى ختمه أيضا به، فيقول الحمد لله ختام له، فالحمد لله مبتدأ وختام مبتدأ وخبره له، والجملة خبر المبتدأ السابق، الحمد لله له ختام. ثم الصلاة بعد والسلام، ثم بعد بعد الحمد، الصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله، أي من تمام ختمه، من تمام ختامه، والختام هو القفل الذي يجعل على الشيء فيمنع فتحه، وقد كان العرب يتخذونه من الطين فيضعونه على القارورة فيمنع ذلك فتحها إلا إذا كسرت طينتها، وكسر الختام هو الذي يسمى فضا في لغة العربية، ومنه قول النابغة إذا فضت خواتمه علاه يبيس القمحان من المدام، في وصف قنينة خمر وضع عليها ختامها من الطين مدة طويلة، فلذلك قال أتاركة تدل لها قطامي وظنا بالتحية والسلام، فإن كانت دلالة فلا تلجي، وإن كان الوداع فبالسلام، فلو كانت غداة البين منت وقد رفعوا الخدور على الخيام، صفحت بنورة فرأيت منها تحيث الخدر واضعة القرام، ترائب يستضيء الحلي فيها كجمر النار بذر بالظلام، كأن الشزر والياقوت منها على جيداء فاترة البغام، خلت بغزالها ودنا عليها أراك الجذع أسفل من سلامي، تسف بريره وترود فيه إلى دبر النهار من البشام، كأن مشعشعا من خمر بصرى نمته البخت مشدود الختام، إذا فضت خواتمه على هو يبيس القمحان من المدام. معناها إذا كانت المقاطعة وعدم الإجابة
من الدلال وهو التدلل والتغنج والتحبب، فلا تلجي فلا تطيل لذلك. وإن كان الوداع إن كان لقصد الوداع والقطيعة المطلقة فبالسلام. فلذلك قال: والحمد لله له ختام، ثم الصلاة بعد والسلام، ثم بعد حمد الله تعالى يختم كتابه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق تعريف الصلاة والسلام على النبي المصطفى، والمصطفى معناه المخلص من الكدر، وأصله مصطفي من اصطفي في الأصل، ولكن التاء تاء الافتعال بعد المطبق ترد طاء كما قال ابن مالك: طنت افتعال رد إثر مطبقي في الدال وازدد والذكر دالا بقي، فتقول المصطفى، وذلك باختيار الله تعالى، فهو مصطفى بصيغة اسم المفعول لأن الله اصطفاه واختاره وخلصه من الكدر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. فهذا هو الاصطفاء. والمصطفى من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا وصف له، وآله وقد سبق تعريفهم، وصحبه وقد سبق تعريفهم، وتابعي من واله أي الذين اتبعوا من واله، ومن واله طريقه ومحجته، فالمنوال المحجة والطريق، والمقصود بهم كل من اتبع دينه الذي جاء به من عند الله تعالى. فالمنوال المذهب، ويقال خرج من هذا المنوال، أي خرج عن المنوال، خرج فلان عن هذا المنوال، أي خرج عن هذا الطريق أو عن هذا المذهب. فالمقصود هنا متبعي طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المؤمنون به. وبهذا نكون وإلى الحمد قد أنهينا هذا الكتاب، وهو الجزء الأول من دورة الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، والجزء الثاني هو التطبيق. وستكون طريقتنا فيه إن شاء الله أن يتقدم كل فرد من الأفراد على حسب الأرقام الموجودة لدينا، فيقرأ لنا الآيات المحددة التي نلقيها عليه ويقرأها، والآخرون يستمعون جيدا إلى الأخطاء التي يقع فيها، ولن يكون الإصلاح بالأصوات بل يكون برفع الأيدي حتى لا تقع الضوضاء. فإذا انتبهنا إلى الأخطاء وأعادها هو فغير، فسيتعود على التخلص من عاداته القديمة، وهذا ما نريده، وهو شرط للأداء والتجويد، أن يتخلص الإنسان من عاداته القديمة في النطق بالحروف والكلمات وفي الوصل والابتداء.